وهذه الآية فيها إشارة مهمة جدا إلى أهمية المحافظة على الأوقات، ودي مسألة في غاية الأهمية، فإن الأوقات من جملة ما تسأل عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره. فالعمر هو مجموعة الوقت، مجموعة الأنفاس، مجموعة اللحظات التي أنت تعيشها. يبقى الإنسان عمره مجموعة أنفاس. هل إذا خرج منك نفس تستطيع أن تعيده ثانية، ولا النفس إذا خرج لا يعود؟ لا يعود أبدا. وكذلك العمر إذا ذهب منه شيء لا يمكن أن تأتي به مرة ثانية. اللي عنده 30 سنة هل يستطيع أن يستدرك ما فاته من عمر؟ يبقى عنده لسه 10 سنين خلاص. اللي عنده 70 سنة خلاص، 80 انتهت، 20 انتهت. وبالتالي يبد للإنسان أن يجتهد فيما استقبل له من عمر. يعني اللي فات حاول أن تأخذ منه العبرة، اللي جاي اجتهد فيه، اللي جاي اجتهد فيه. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت. السلف عندما نقرأ في تراجمهم نجد أن الله تعالى أعطاهم أعمارا، فإذا كان الواحد منهم قد مات وعنده 50 سنة نجد أن الأعمال التي قام بها والإنجازات التي أنجزها تحتاج إلى 200 سنة، تحتاج إلى 200 سنة. الإمام الذهبي عليه رحمة الله والإمام الطبري وغيرهم كثير من المشهورين بالتصنيف، لو أنك أتيت بورقة وقلم، لا أقول ورقة وقلم، دعنا بالكمبيوتر، لو أنك أتيت بكمبيوتر وكتبت ما كتبه الذهبي أو الطبري بيراعه لأخذت تكتب سنوات طوال. طب كيف كتبوا هذه الكتب والمصنفات؟ وكانوا يجمعون مع ذلك الضرب في الأرض بالاتجار أو غير ذلك، وكانوا يجمعون مع ذلك أيضا التدريس والتعليم والتحصيل. فكان الواحد منهم يدرس ويدرس ويعمل ويصنف، وكان بعضهم إمام عمة. إمام عمة يعني إيه؟ أن يسير بين الناس لقضاء مصالحهم. ده مختلف مع ده يصلحهم، واحدة مش شكلة مع جوزها يصلحهم، حصل مشكلة يحلها، رجل عمة، كما كان الحال مع ابن الجوزي عليه رحمة الله. أعمارهم كانت مع قصرها إلا أنهم أنجزوا فيها إنجازات كبيرة جدا. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على الأوقات. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، يبارك له في وقته. ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. المقت أي الغضب، فهو لا يستفيد من عمره بشيء. وكثير من الناس نجد أنه يصاب بالاكتئاب. لماذا؟ لأنه يشعر أنه لا يستفيد شيئا من عمره، لا يستفيد شيئا من عمره. ولهذا تجد أعلى نسبة انتحار في العالم بين المترفين، بين المترفين. ليه؟ لأنه لا يشعر بقيمة العمر، ما بيعملش حاجة، لا يصنع شيء، يجد أن البهيمة العجماء هي أعظم فائدة منه. ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا. العمر يمتاز بالرتابة، النهاردة زي امبارح، وامبارح زي أوله، والأسبوع ده زي اللي قبله، واللي جاي زي اللي فات، كله شبه بعض. يشعر بالكآبة ولا يشعر بقيمة العمر، فيريد أن يتخلص من هذه الكآبة، فلا يجد سبيلا إلا ماذا؟ إلا الانتحار. مسألة عجيبة جدا.
في زمنه كان كلام ده في الثمانينيات، كان أغنى أغنياء العالم رجل اسمه أمير موناكو، ده جزيرة موجودة في البحر، ده كان راجل ملياردير في ذلك الزمن. إيه اللي حصل؟ انتحر، وبنته الوحيدة ورثت منه كل شيء. إيه اللي حصلها برضك؟ لحقت بأبيها. حياة صعبة، الحياة ليست جمع مال، والحياة ليست فخفخة ولا نعمة ولا لا أبدا، ولكن هناك معاني أخرى لابد أن يعيشها الإنسان في هذه الحياة. هناك أميرة، هذه الأميرة كانت تتقلب في النعمة والنعيم وتلبس الأساور والحلي. الأميرة دي وجدت امرأة أعرابية تلبس الصوف الخشن، هي طبعا لابسة بقى الملابس المنمقة والأنيقة والمزخرفة والحرير والخدم والحشم والمحامل والبيرفرف عليها وبيهوع شغلانة. فقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لو ألبس عباية صوف خشنة على جتتي ليس تحتها شيء لين ولا ناعم، تصور بقى عباية خشنة صوف تلبسها على جسمك، وفين؟ في الصحراء شديدة الحر، تعمل فيك ايه بقى؟ تعمل فيك انت راجل اهو، والرجال جسمهم ما شاء الله فيه خشوشان، لو لبست عباية صوف في عز الحر تطيق؟ لا. لكن قالت: لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولهذا قالوا: وليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا عاش حياته يتلمس المعاني الشريفة ويعمل لها ويعيش من أجلها شعر بقيمته في الحياة.